كل سنة وكل أم بألف خير، كل سنة وأنتي طيبة. يعني وكنا بنتكلم يمكن في بداية الحلقة النهاردة عن نضال الأم الفلسطينية اللي مستمر من عشرات السنين، هي اللي ورثت الروح الوطنية الكفاحية للأجيال الفلسطينية، وكانت صمام الأمان الحافظ على الأسرة الفلسطينية في أكثر الظروف صعوبة وقسوة. ويمكن شفنا صحيح. تمسك الفلسطينيين بأرضهم مهما كانت الصعوبات اللي بيمروا صحيح. بيها. صحيح، بس أنت دايما الأم الفلسطينية والمرأة الفلسطينية مشدودة ومنحازة للأرض. بنحتفل بعيد الأم النهاردة، ولازم كمان نحتفل بتاريخ ونضال الأم الفلسطينية. معانا على الهاتف دكتور فيحاء عبد الهادي، الكاتبة والباحثة في التاريخ الفلسطيني. نقول لها صباح الخير يا دكتور. صباح الفل. يعني تحية ويعني وردة وقبلة على جبين كل امرأة مصرية فلسطينية ومصرية طبعا على الأرض. سؤال لحضرتك، تاريخيا شايفة نضال المرأة الفلسطينية إزاي وصولا لهذه اللحظة اللي احنا بنعيشها، لحظة الحرب، 5 شهور مستمرة، قصف متواصل، والأم الفلسطينية في ظل أهوال الحرب تقف صامدة على الأرض، شايفة ده إزاي؟ الحقيقة أول شيء بحب أقول إنه فعلا هو تحية للمرأة الفلسطينية والمرأة العربية والمصرية والعربية وكل نساء العالم في هذا الشهر اللي فيه يعني تحتفل كل نساء العالم بيوم المرأة العالمي. للأسف المرأة الفلسطينية يعني حرمت من الاحتفال كما تحتفل به نساء العالم هذا اليوم. أيضا عيد الأم اللي تحتفل فيه المرأة العربية اللي هو بيصادف اليوم. الصراحة المرأة الفلسطينية هي منذ عام 47 وحتى الآن وهي تعاني معاناة يعني لا تطيقها الجبال، وبنفس الوقت هي تعاني وتصمد وتطمع. والآن تجسدت هذه المعاناة بشكلها اللي بيشوفه هلأ كل العالم. يعني إذا كان العالم ما شاف معاناتها من 47 48 لاختلاف الوسائل الإعلامية والوسائل التقنية، الآن كل العالم بيشوف هذه المعاناة، وللأسف إنه بيشوف صمت كمان الكثير من العالم لما يحدث للمرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ككل. اتعرضت المرأة الفلسطينية زي ما قلنا من 47 لتطهير عرقي، لمجازر ضد الإنسانية، لإبادة جماعية، والآن بنشوف الإبادة الجماعية بأجل صورها الصراحة. ومع ذلك المرأة الفلسطينية ما بتوقف ساكتة، يعني فعلا هي تعاني وتصمد وتقاوم. وهذا بنشوفه جسد حتى من قبل 47، يعني لما كانت تعرضت للانتداب البريطاني وما كان يحدث في فلسطين، يعني نتذكر انه اول شهيده فلسطينيه كانت تقاوم مع الثوار سنه 36 في واستشهدت فاطمه غزال اول شهيده فلسطينيه عام 36 اثناء مقاومتنا مع الثوار في ثوره 36 في وادي عزون في قلقيليا. برضه بنشوف انها على امتداد التاريخ الفلسطيني، المراه الفلسطينيه قاومت شروط ابادتها، هي كامراه ام وزوجه واخت وبنفس الوقت هي كامراه فاعله. يعني ما بننسى احنا دور المراه اللي عام 48 مثلا الشهيده حياه البلابسه اللي استشهدت وهي بتسعف، هي معلمه في قريه دير ياسين كانت، واستشهدت وهي بتسعف واحد من الجرحى اللي في القريه، وهي دورها كانت كمسعفه مقاتله ممرضه بكافه الادوار اللي لعبتها الحقيقه منذ تامينها ومساعدتها ايضا للثوار في ايام 36 الى صمودها ومقاومتها لتهجيرها عام 48، وللان هي تقاوم ظروفها الصعبه، ومش بس صعبه، التي زي ما قلنا لا تطيقها الجبال. وبالتالي على امتداد مراحل التاريخ الفلسطيني، يعني احنا
شهر آذار هذا اللي إحنا فيه بذكرنا أيضا في النساء اللي قاومت واستشهدت في هذا الشهر الفلسطينية. بتذكر الشهيدة دلال المغربي اللي استشهدت في 11 آذار في 78 بعد ما رفعت أول رفعت علم فلسطيني وأقامت أول جمهورية فلسطينية على أرض فلسطين واستشهدت على أرضها. نتذكر أيضا الشهيدات على الامتداد هذا طبعا يعني احنا بنتكلم على عدد مهول من الشهيدات الفلسطينيات. ولكن دكتورة فيحاء يعني عايزة أعرف من حضرتك سر الأم الفلسطينية النهاردة، الأم اللي فقدت زوج وفقدت ابن وفقدت أحبائها ومع ذلك لسه متمسكة بأرضها وبتزرع الهوية دي وحب الوطن والأرض لدى أولادها. إيه العقيدة دي اللي مخليها الأم دي متمسكة للدرجات دي بأرضها وبتزرع حب الوطن والأرض في قلوب أولادها؟ هي الحقيقة صحيح يعني الإيمان بعدالة القضية الفلسطينية، يعني الإيمان بالإيمان الراسخ بأنه هذا حق وليس شيء غير هيك، يعني الحق بالأرض والتمسك فيها وحقها بعدالة قضيتها، هذا بيخليها بعطيها قوة شديدة. ليس الأم فقط، الأم والأخت ليس فقط المرأة، يعني صحيح إحنا نحتفل الآن في عيد الأم، ولكن المرأة هي لديها أمومة طاغية حتى وهي غير متزوجة، يعني بمعنى المرأة الطبيبة والمعلمة والإنسان العادية وربة البيت، المرأة طويلا لديها هذا الإحساس بأنه هي تقاتل مع شعبها بكل أنواع المقاومة، هي تصمد وتقاوم بكل الأنواع. يعني الآن في غزة المرأة بتكتب الرواية الفلسطينية التاريخية بدمها، يعني بدمها وبدم عائلتها. بنشوف عمالنا نماذج، يعني نماذج مختلفة ومتنوعة لصمود المرأة الفلسطينية، المرأة اللي بتحاول تلاقي قوة أسرتها وبتحاول إنها تخترع وتحاول إنها تلاقي كيف ممكن إنها ضمن هذه المجاعة. 70% من الناس في شمال غزة الآن بتعرضوا للمجاعة، ومع ذلك المرأة بتحاول، في منهم بتحاول تعمل بأقصى. يعني هي دكتورة فيحاء هي يعني بحق امرأة أو أم ملهمة، يعني انسانيا. صحيح. انسانيا مش فقط في المحيط العربي. وبالنسبه للالهام انا بحب اقول لك انه صبايا النازحات هلا. صحيح. النازحات من الشمال الى الجنوب، في صبايا صغار كانوا بيسالوهم لما بدوا ينزحوا انت ايش بدك تطلعي لما تكبري. هي قصص يعني قصص انسانيه ملهمه بشكل كبير جدا. بس انا عايز اسال حضرتك سؤال يعني مهم فيما يتعلق. صحيح. انا بدي اعطيك بس مثال على مرأة ملهمة فلسطينية من غزة. تفضل. الدكتورة الأميرة أميرة العسولي اللي خاطرت بحياتها عشان تنقذ جريش في غزة، طبعا هي أم وهي زوجة وهي إنسان وطبيبة، كانت في مصر عندما حصل الاعتداء الغاشم العدوان الهمجي على غزة، ومع ذلك أصرت إلى العودة إلى غزة كي تساهم. صحيح. لأنها هي طبيبة، أقسمت قسم الأطباء، رجعت وخاطرت بحياتها. وهناك نماذج كثيرة جدا لمن عاد مرة أخرى إلى غزة أو بقى في غزة ورفض الخروج من القطاع حتى يكون يعني وسط أهله ووسط كل محبيه داخل القطاع. سؤال لحضرتك كباحثة هنا في التراث الفلسطيني، أهمية توثيق مثل هذه القصص، يعني التوثيق بالشهادات الحية بالوثائق بالقلم بالكتابة بالكاميرا، لأنه التوثيق هنا مهم جدا تاريخيا، لأن دي صفحة من صفحات النضال للمرأة الفلسطينية. صحيح، من أهم ما يمكن توثيق ما يجري الآن، وإحنا شفنا كمان نتيجة جزء من التوثيق عندما استخدمته جنوب إفريقيا في القضية اللي رفعتها في محكمة العدل الدولية، استخدمت بعض التوثيق الذي يجري في الإعلام. طبعا إحنا هلأ مطلوب جميع أنواع التوثيق، بالصحافة، بالقلم، بالكاميرا زي ما أنت قلت، بالكاميرا، بالقلم، بالصوت، بكل الوسائل، لأنه هذه بتساعدنا جدا على أنه نظهر للعالم ماذا يجري
تجري حقيقة من أطماع صهيونية في فلسطين ككل، والآن يجري الآن في غزة. وكل الادعاءات اللي تذكر هي مش صحيحة، لأنه العدوان لا يجري الآن ولم يجري الآن، هو منذ 47 حتى الآن. لذلك التوثيق زي ما قلنا بكل الوسائل هو هذا مهم جدا، لأنه إحنا عمالها تدمر أرشيفاتنا. يعني بمعنى أنه في غزة دخلوا على الجامعات، المدارس، المعاهد العلمية، مراكز البلديات اللي فيها الوثائق والأرشيفات والكتب، حرقوا الكتب، أعدموا الكتب، أعدموا الوثائق، وتم اختطاف تقريبا كل الأطباء بكل المستشفيات، يعني حتى لا يتم يعني علاج أي من المرضى أو الجرحى، ومع ذلك لسه بتقف السيدة الفلسطينية في وجه هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة. المرأة الفلسطينية دورها مش من النهاردة بس، دورها من قديم الأزل. كل الشكر ليكي دكتورة فيحاء عبد الهادي، الكاتبة والباحثة في التاريخ الفلسطيني. كل الشكر مرة تانية، كل سنة وكل أم فلسطينية طيبة.